الهيئه العربيه للتصنيع من اهم خطوات الكابتن عادل طعيمه سنه 85، وتحكي لنا المباراه الشهيره بين الاهلي والزمالك اللي قدر يفوز فيها النادي الاهلي بالناشئين وقتها 3-2 قدام نجوم الزمالك، وكان الكابتن عادل طعيمه ليه دور مع الجيل ده، ازاي صنع جيل صغير يقدر يلعب في الاجواء والظروف الصعبه دي. معانا اللقطات ومعانا الصور ومعانا الاهداف يا كابتن عادل، دي المباراه الشهيره مباراه الاهلي، احكي لنا بقى التفاصيل والحكايات الحلوه اللي كانت وقتها. شوف يا كابتن، قبل ما احكي طبعا التفاصيل في يعني دقيقه كده، اولا النادي الاهلي بفضل الله، بفضل الله وحده، كان بيعتني جدا بيا، وكان كل سنه يطلعني اوروبا احضر اعمل فتره اعداد كمدرب، كمدرب مع فرقتي. وانت في الناشئين في الاشبال، وانا في فريق الشباب، مسكت الاهلي 79 لحد 88، اوائل 81 كل سنه تحت 17 سنه اطلع رومانيا، الاقي رابيد بوخارست ومش عارف ايه محضرين نفسهم علشان يقابلوا الاهلي بطل افريقيا، وانا تحت 17 سنه. هم مش عارفين ان انا تحت 17 سنه، ما عارفين الراجل الوكيل اللي عامل المباراه بيقول لهم ده انا ده الاهلي بطل افريقيا. فطبعا نتعادل معاهم 1-1، وطبعا يمكن في احد الصور موجود الجماهير بشكل غير طبيعي والاسلاك ايام الشيوعيه. وبعدين نطلع المانيا نعمل ماتشات رائعه جدا، وبعدين يطلبونا السنه اللي بعدها، وكل سنه نطلع بفضل الله ثم كابتن مصطفى حسين والنادي الاهلي نطلع نعمل فتره الاعداد بتاعتنا في اوروبا. الحاجات دي ادتك خبرات كبيره وقتها وانت بتقود فريق شباب الاهلي. ومش كده وبس يا كابتن، انا يعني انا ساعتها كنت بترشح للمنتخبات 23، وبعدين منتخب اولمبي، وبعدين مواليد 83. في نفس الوقت اتحاد الكوره بعتني البرازيل انا وحسن شحاته على نفقه الاتحاد حوالي شهر ونص. في الفتره دي كلها وانا ماسك الفرقه دي بقيت يعني لدرجه ان انا راجع من البرازيل تاني يوم فرقتي كانت سافرت المانيا، يا دوب تاني يوم محضرين للفيزا، رحت تاني يوم راجع من البرازيل رحت طالع على المانيا. الرحله بقى اللي حضرتك بتاعت الماتش ده، احنا عملنا اسبوعين في مرسى مطروح في معسكر النادي الاهلي، معسكر النادي الاهلي في الرمل، ما كانش فيه مباني، كان خيم وقتها، خيم بيجري الشغل بقى على الرمل والميه واللعب، وبعدين بنتمرن في الفجر، وبعدين بنتمرن بعد الظهر، وبعدين طلعنا على المانيا. كنا جايبين فريق من المانيا، تبادل زيارات، جم هنا اسبوعين عشان ما نكلفش النادي فلوس، هم بيتحملوا تذاكر الطياره، وبنعمل لهم ماتشات، وفي نفس الوقت احنا بنرد الزياره في الرحله دي. ما اعتقدش انها تتكرر تاني، لان الراجل كان تبع وزاره الشباب في المانيا 11 مباراه في 26 يوم. فانت بتنزل من المطار تلاقي الاتوبيسات واقفين لك، العربيات واقفين لك بتاعت البعثه، تاخدنا اطلع على ميونخ، اطلع على فرانكفورت، اطلع على بريمن، اطلع على برلين، اطلع تمام على طول. فلعبنا 11 مباراه، افضل استعداد للجيل ده. بقول لحضرتك يعني لدرجه ان انت ايه، اولا بعمل لهم برنامج غذائي ونوم وتدريبات على اعلى مستوى. عايز اروح بقى للنقطه كابتن عادل، انت عندك فريق يقدر يلعب المباراه؟ كان ده السؤال، كان ردك وانت بتجاوب عندي لعيبه تقدر تلعب ولعيبه تتصعد، ولا كنت قلقان شويه؟ لا يا كابتن، ده بعد ما رجعنا على طول حصل الموضوع كده، كان حصل واللعيبه راحت نادي الشمس وكده. كابتن حسن حمدي ربنا يمسيه بالخير كان عضو مجلس